تخافيش يا ام حسن. خير 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 هيجي منين بس؟ اخوك بيقول انها اتضربت بالنار. ده كلام تقوله يا ابني انت؟ ما هو اداره المستشفى هي اللي قالت لها كده. هي عملت العمليه ولا لسه؟ عملت العمليه. يا لهوي، هي حصلت عمليات كمان؟ اقول لاهلها ايه؟ وطي صوتك يا امه. طب لو خدوا خبر مش هيسكتوا. دي اتاخر بدارك يا زيزو. يا لهوي يا هي، استر يا رب، استر يا رب. ودي كمان اداره المستشفى قالت لها؟ السلام عليكم. السلام عليكم. انا عبد العزيز عبد الرحيم. ايوه بي. انت اللي دخلت الحاله دي المستشفى؟ ايوه بي. متهيألي كده اطمنت على الحاله، ممكن تيجي معانا نعمل المعمل. طيب التقرير الطبي وصل؟ بلغونا انه بينكتب ونازل حالا. اتفضل. ماشي ماشي. انا هنزل مع زيزو تحت يعني. امضي عليك يا بنتي. ربنا يقوم بالسلامه يا رب. كلها ساعه وتفوق ان شاء الله. اسمع من بقك ربنا. وزيزو اتأخر كده ليه؟ انت عارفه بقى المحضر وقبل الاقوال اللي بياخدوها من الحاجات دي بتاخد وقت. قولي لي لو يا بنتي ايه سبب الحركه؟ انا كل ما اسالك تقولي لي كلمتين وتسكتي. هقول لك ايه بس، هو زيزو جاي يخطبني وعصم اخته طب بقى وحصل اللي حصل. لبنى عايزينك تحت عشان ياخدوا اقوالك. هو زيزو خلص؟ اه خدوا اقوال هو وسناء، ولما اسمك جه طلبوك عشان يضموا اقوالك للمحضر. طيب ماشي، انا مضطره انزل بقى مش هينفع ارجع عشان اتاخرت. طيب ماشي. بسم الله. ايه يا عامله ايه دلوقتي؟ زي ما هي يا ابني. استر يا رب، استر. السلام عليكم. وعليكم السلام. مش برضو أوضة بنت عمة زيزو؟ أيوة يا أخويا. آه هي فقت ولا لسه؟ لسه يا أخويا، زي ما أنت شايف. ما كانش ليها لزوم الهدية دي. لا ما تقوليش كده، ده أقل واجب الواحد يعمله. أمال فين زيزو؟ بياخدوا أقواله تحت. طب ما تيجي توصلني بإيه؟ اتفضل. اتفضل يا فندم. سامحك إذنك. فلوس دي بتاعت ايه دي؟ متقوليش بس كده، عيب. ده اقل حاجه يعني، ده زيزو ده زي ابني بالظبط. السلام عليكم. اهلا بسيد المعلم. ابن حلال، لسه كنت نازل لك. بقول لك ايه، عايزين نركن في اي حته كده نتكلم كلمتين مع بعض. وانا مش هتحرك من هنا غير لما البنت تفوق. يا عم ربنا فوقنا كلنا. عايزك في كلمتين وهمشيك بسرعه، يلا بس تعالى. ماشي، تعالى نشوف اخرتها. خليك انت جنبهم يا وليد. ماشي. بس عارف، طلعت دكر وعصبك ناشف وطحنته اخر طحن. جات اكتر من رايحات يا انديل. انديل؟ ايه انديل دي؟ بلعب معاك في الحاره؟ اسمع يا عم انديل، ده انا قد ابوك يا ابني. ابويا كان راجل شريف واكلها بشقاه، لكن انت وصاحبك بقى. ماشي ماشي، هستحملك للاخر. كمل. قصدك ان مكسور العين ما قداموش غير طوله البال. مين اللي مكسور العين؟ انت فاكرني جاي اترجاك ولا ايه؟ اه جاي تترجاني. محضر الكتب خلاص وقلت في كل حاجه. شايف ده؟ هسلمه للنيابه. عليه بصمات المحروس وابوه. خلينا بقى ماشيين في المشوار لحد اخره. لحد ما الباشا بعون الله يترفد. طب واللي يجيب لك حقك من غير قضايا ولا محاضر يا عم زيزو تعمل ايه؟ اللي يجيب حقي وحق بنت عمتي المحكمة يا قنديل. روح بقى قول لصاحبك ان خلاص بطلت اطاطي والم المتكسر، ومن هنا ورايح ههم براسي لفوق لفوق قوي غصب عنك وعنه وعن الدنيا دي كلها. يا ابن الناس علم مها ودي، واللي عازمها انت عمتك هيجي لها لغاية عندها. ما انا قلت لك والغلبانة دمها بينزل على الاسفلت. ليا 10,000 جنيه بقيت حساب شغلي ولسه. شغلك اللي كنت ناوي تخربه بايدك ورحت بلغت عننا. اهو انت كده بقى ناوي تسوق الهبل على الشيطانه. انت اللي سايق الشيطانه على السياق يا عزيزو. رحت المخزن وخربته، لميت العده والكارتات، ورحت بلغت عننا وشرشابي عشان تبين لنا ان انت اقوى مننا. مش دي اخلاقي يا قنديل، بس اللي زيك دي ما هو ما تجيبش احسن من كده. محدش في الشارع كله يعرف حكايه الكارتات والغسالات الا انت. يا ابني ما تلوعنيش بقى. انا ما بلوعكش. أنا وأنت والشرشابي وعطية وشافعي وجعور وكل رجالتكم عارفين. في الأول قلت لي ما أنتش عايز شرشابي يعرف وطلع شريكك. ماشي،
ده مش موضوعنا. انت قلت خلاص الواد قرب يخلص المصلحة، نفرمه كارت ونحرقه على الترابيزة زي ابوه، لكن ورحمة ابويا ما هيحصل وهتشوف. حقي هاخده 10,000 جنيه وال15 بتاع ابويا. لا دي بقى مش فاهمه، ايه ال15,000 بقى بتاع ابوك دول؟ البضاعة اللي اتسرقت ووصل الامانة وبكر وشبره، اهي دي بقى قضية تانية ومضمونة وعندي الدليل، بس اوانها لسه ما جاش. لكن موت ابويا بحصرته ودم بنت عمتي ليهم حساب تاني يا انديل. يا ابني انت ماشي في سكة في ناس قبلك جربوها، سكة اللي يروح ما يرجعش. وماله، خلينا نجرب سكة اللي ما يرجعش على ايدك يا انديل. يا فييس يا لهوي، انتك القرف بتقفل لي كوتشين يا زيزو. ماشي ماشي قوي، وحياة امي للبخك. الف الف سلام عليك يا حبيبي، ان شاء الله اللي يكرهوك يا رب. اديني سمعت كلامك اهو، ورحت مستشفى وانعالجت. فين بقى انت ورجالتك اللي مالين الشارع دول؟ مش هتجيبوا لي الواد ده ولا ايه؟ خلاص بقى يا اخي، هجيبهولك وهيتضرب على دماغه، بس المهم ان احنا دلوقتي اطمنا عليك اشعه وكله تمام. يا ساتر يا رب على الافتراء يا رب. بقى بعد ما ضربتهم بالنار بتقول ان لسه ليك حق؟ الكتمه يا بنت وانزلي عند امك يلا. ايه يا ابو النوق؟ بس يا بنت سيبيها توصلني حد ورا، بعد كده تخفى في داهيه. داهيه؟ تصدق ان اخد خدمه الغز علقه؟ بقى يا بنت تسيب اخوكي بيرمي وتنط في عربيه الاسعاف معاهم؟ الحق عليا، مش هروح اشوف ايه اللي بيحصل واجي اقول لكم عشان تخلي بالكم من وقعتكم السودا دي؟ ما انت ما تجيش اخبار غزاية وشك. تعالى طب اروح اسال ابوك بقى يا اخويا، هتطلعوا ازاي من الوقعه السودا اللي انتوا وقعتوا فيها دي؟ صدقني ازاي؟ بيت انا هجيب طبنجه واطخك انت والوليه دي وامك كمان. يلا يا كريم وصليه وصليه. ما عادش اشكال. اه قول لي. رحت له؟ ايوه يا سيدي، زي ما رحت زي ما جيت. يعني الواد كتب محضر بيتهمك انت وابنك ان انتوا كنتوا عايزين تقتلوه، وان الطلقه اللي خرجت من المسدس هو اللي كان مقصود بيها مش حد تاني. ملهاش حل بقى غير ان احنا نخرس لسنه كل الناس اللي شافت العركه دي. يا عم انت بتتكلم اي كلام، مش تتكلم بالعقل. يعني ايه؟ يعني اسيب ابني يروح مني؟ اعمل ايه؟ اسيبه يضيع مني؟ طب ما عرضتش عليه فلوس؟ سبت الام باكو واتكلمت معاه، هو دماغه الف سيف ان هو مش هيتنازل. ده انت كمان ما تعرفش عمل ايه، جايب المسدس وحطه في كيس وبقول هروح اديه النيابه. يبقى احنا لازم نخلص منه. اقول لك على حاجه، جو الواد هو اللي هيخلص لك الموضوع. عايز 15,000 باكو. 15,000 باكو؟ واضمن منين انه ما يرجعش تاني لعيب؟ طب ما احنا ممكن نشوف حد ياخد هو ال 15,000 باكو والموضوع يتدفى. تفتكر يا انديل مين اللي ممكن يعمل كده؟ اقول لك انا مين. مين؟ زيدان الدوري.